اللي عايز يطبق الدين ما يقسمش الشعب الى عيلة وشعب. السمع والطاعة بيخلق انسان ميكانيكي. هل ده هو الاسلام؟ فان عصيته فيما وعدت به فثوروا علي وقوموني وانا اكون بذلك سعيد. اتمرد وبرد نار اللي ماتوا، نار اللي ضحى بعمره وحياته، واللي استهانوا بدمك وخانوا بيطبلوا له وفين انجازاته. الجماعات الإسلامية دي أخطر ما فيها المفاهيم اللي بيحطوها في عقل الولاد ولادنا، وعشان الأحزاب اللي بتساعد دول يشوفوا أي جريمة بترتكب في حق أجيالنا في مصر. هو عايز يستغفل الناس وعايز يضحك على الناس. أنا عايز الشعب يثور ضدي على طول لو أنا ما احترمتش قانون الدستور. هانت عليهم يا عالم بلادي، هما في وادي واحنا في وادي. اتمرد مجرد سكوتك عليهم اكبر خيانة، وده الضعف ذاته. قال الإسلام قال إن تكون فيه عيلة تسود والشعب كله عبيد. أني مروقة اللي ممكن إحنا نعيش بيها كضباط في الجيش وضباط صف، لما نشعر إن الشعب المصري كله مروع وخايف، إحنا نروح نموت أحسن بقى.